مرحبا، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم المفضل مدرستي. أنا سيدة ماريان ولهعلمكم اللغة العربية. اللغة العربية لغة جميلة في العلياء، رح نتعلم نكتب نقرأ ورح نتحسن سوا كتير كتير ونصير شاطرين. وهلأ رح نتذكر أنا وياكم أيام الأسبوع. كم يوم في بالأسبوع؟ أيام الأسبوع 7. أيام الأسبوع 7. يلا بدكم تعيدوا وراي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. 7 أيام الأسبوع 7. رائع، منعيدهم بعد مرة: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، والأحد. عظيم، رائع. هلأ بدي منكم تصغوا كتير منيح إلى المقطع وتجربوا تحفظوه. مقطع سهل وبدنا نحفظه سوا، وكل مرة رح نعيده ورح نرجع نحفظه أنا وياكم. بشوفكن بالفقرة التالية. ملعب مدرستي. في ملعب مدرستي ألعب، ألعب ألعب لا أتعب. ما أنظف ملعب مدرستي، ما أجمل ملعب مدرستي. أصغيتوا منيح؟ هل أنا وياكم رح نقرأ المقطع ونكتشف الحرف. دق جرس مدرستي، دخل وليد إلى صفه وقعد على مقعد دلال. عند جاد كتب ودفاتر جديدة. شو حذرته؟ عظيم، إنه حرف الدال. حرف الدال اسمه دال وصوته ده، صوته ده. هلا أنتوا بدكم تذكروني حرف الدال كم شكل إله؟ ممتاز، شكلين عنا: حرف الدال حرف منفرد، وحرف الدال حرف متصل. شو يعني متصل؟ يعني عاطي إيده، بيعطي إيده للحرف اللي قبله. هلأ أنا وياكم رح نكتبهم على اللوح تنتذكر شكل حرف الدال: حرف منفرد وحرف متصل. انظروا جيداً، نضع نقطة، ننزل بشكل عمودي، ثم نمشي بشكل أفقي. هذا هو حرف الدال، حرف منفرد. تذكرتوا؟ هين كتير. هلأ حرف الدال بده يتصل، بده يمسك إيد. من أي ميلة بيمسك الإيد؟ دائماً من ميلة اليمين. منبلش بإيده ومنطلع بشكل عمودي، ننزل ثم نمشي بشكل أفقي. وهيك هون صار عنا حرف الدال بشكليه: الحرف منفرد والحرف متصل. عظيم، رائع. هلأ حرف الدال بدنا نرجع نتذكره مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. عظيم، خلينا نتذكر بالأول الأصوات الطويلة. عنا آ و إي
ممتاز. عنا حرف الألف آ، عنا حرف الواو أو، وعنا حرف الياء إي. رائع. هلأ إذا حطينا هالأصوات مع حرف الدال شو بيصير عنا؟ بنشوف سوا. يلا رح نكتب هون دال ونحط لحدها حرف الألف آ، د آ. شو صار عنا؟ شو بيصير عنا كلنا سوا؟ د. عظيم. هلا منحط حرف الدال ومنحط حده حرف الواو او، عنا د وعنا او. شو صار عنا مع بعضن؟ دو. رائع. هلا كمان حرف الدال وحده حرف الياء اي، د اي. شو بيعملوا سوا؟ دي. ممتاز. وهيك راجعنا سوا حرف الدال مع الأصوات الطويلة. منعيدون منعيدون. دا دو دي. رائع. ممتاز. والأصوات الطويلة عندها أخوة صغيرة، أخوة صغار صوتهم صغير. شو هن بتتذكرون؟ الأصوات القصيرة. صح. عنا الفتحة أ، الضمة أو، والكسرة إي. تذكرتون؟ هن بيشبهوا الأصوات الطويلة بس أصواتهم قصيرة. بدنا نكتبهم مع حرف الدال. حاضرين؟ يلا سوا. د ومنحط لها فتحة. شو بيصير عنا؟ د أ. شو صار عنا؟ د. رائع. يلا حرف الدال مع الضمة، حرف الدال مع الأو. شو بيصير عنا؟ دو. رائع. وهلأ حرف الدال مع الكسرة، حرف الدال مع الكسرة يعني د و اي. شو بيصير عنا؟ دي. رائع. ممتاز. هلأ رح نعيدهم سوا. اصغوا جيدا وعيدوا وراي. د دو دي. ممتاز. د دو و دي. رائع. وعنا كمان نتذكر سوا انه حرف الدال عنده شكلين ما مننسى ابدا. عنا حرف الدال حرف منفرد وعنا حرف الدال حرف متصل. متصل يعني عاطي ايده للحرف يلي قبله. حرف الدال بيتصل من جهة اليمين. حرف الدال حرف منفرد وحرف الدال حرف متصل. رائع. ممتاز. انا كتير فخورة فيكن. وهلأ رح نرجع نلتقي بعد شوي بالفقرة التالية. دق جرس المدرسة. دخل وليد إلى صفه وقعد على مقعد دلال. عند جاد كتب ودفاتر جديدة. وهلا أنا وياكم رح نلعب لعبة. هيدي اللعبة رح نسميها أسمع لا أسمع. أسمع
بس يكون فيها الكلمة اللي بدي أقولها حرف الدال ده. لا أسمع وقت ما يكون في بالكلمة اللي رح أقولها حرف الدال. بدي إياكن توقفوا. أنا وياكن نلعب هيدي اللعبة. رح نتفق على شيء، بس يكون في بالكلمة حرف الدال رح نزقف زقفة، وبس ما رح يكون في بالكلمة حرف الدال رح نحط إيدينا ورا ظهرنا. شو رأيكم؟ لعبة حلوة؟ حاضرين؟ يلا أنا وياكن وقفوا تنحرك حالنا. أنا وياكن رح نبلش بالكلمة الأولى. اسمعوا جيدا. مقعد، مقعد. شو فيها حرف الدال؟ سمعتوا الده بكلمة مقعد. برافو، فيها حرف الدال، كتير منيح. هيك حفظتوا شو بدنا نعمل باللعبة وصار فينا نكمل. الكلمة الثانية، اصغوا جيدا. واقفين؟ حاضرين؟ يلا. ورقة. ورقة. بزقف؟ لا، لا أسمع حرف الدال، بحط إيدي ورا ظهري. عفيكن، ذكرتوني، كنت رح أتغلبط. بحط إيدي ورا ظهري لأنه كلمة ورقة ما فيها حرف الدال، لا أسمع ده. الكلمة الثالثة، حاضرين؟ جاد، جاد. شو بعمل؟ بزقف طبعاً، لأنه بكلمة جاد يوجد حرف الدال. الكلمة التالية، مدرسة، مدرسة. شو؟ شو قلتو؟ مدرسة. شو بعمل؟ بزقف طبعاً لأنه فيها حرف الدال. كلمة أخرى، سمكة، سمكة. كلمة سمكة فيها حرف الدال كلمة سمكة؟ منزقف؟ لا أسمع. برافو، منحط إيدينا ورا ظهرنا. كلمة جديدة، تنفكر، فكروا معي، عطوني أنتو شي كلمة. كلمة هدية، كلمة هدية. شو منسمع حرف الدال؟ هدية طبعاً منسمع، منزقف. رائع، كتير حلوة هيدي اللعبة، كتير حلوة. كلمة جديدة، كلمات ملعب، ملعب. شو رأيكم بكلمة ملعب؟ فيها شي حرف الدال كلمة ملعب؟ هل أسمع حرف الدال بكلمة ملعب؟ لا أسمع. بحط إيدي ورا ظهري، ما حدا ما يحط إيديه وما حدا يزقف. منحط إيدينا ورا ظهرنا لا نسمع كلمة حرف الدال بكلمة ملعب. شو رأيكم؟ منعمل بعد كلمة ولا خلاص؟ أنا بقول منعمل بعد كلمة. اسمعوا جيداً. دربكة، دربكة. هل أسمع حرف الدال بكلمة دربكة؟ أسمع. منزقف لحالنا. رائع، لعبة حلوة كتير ونحن انبسطنا كتير، وبهيدي اللعبة قدرنا نسمع ونميز حرف الدال في الكلمات. فينا كمان نحن وعم نسمع حرف الدال وعم نميزه نلاحظ هل حرف الدال في أول الكلمة؟ هل حرف الدال في وسط الكلمة؟ هل حرف الدال في آخر الكلمة؟ كمان هيدي فينا نلعبها مرة تانية. خلص بوعدكن مرة تانية أنا وياكن منلعب لعبة حرف الدال بأول الكلمة، بوسط الكلمة، وبآخر الكلمة. وهلأ بدنا ننتقل على الفقرة التالية.
دب. دولاب. دربكة. دار. دفتر. تذكرنا حرف الدال، رجعنا قريناه مع الأصوات الطويلة والقصيرة. هلأ أنا وياكن بدنا نعمل تمرين. بهيدا التمرين شو بدنا نعمل؟ منقرأ السؤال أنا وياكن، صل الكلمة بالصوت المناسب. في عنا هون كلمات وهون عنا حرف الدال مع الأصوات الطويلة. دا، دو، ودي. هلأ بدنا نقرأ كل كلمة، بدنا نكتشف سوا شو منسمع بهيدي الكلمة، أي صوت. هل منسمع حرف الدال مع الصوت الطويل ألف دا، أو منسمع حرف الدال مع الصوت الطويل الواو دو، أو منسمع حرف الدال مع الصوت الطويل إي دي. وبدنا نوصل الكلمة على الصوت المناسب. رح نستعمل طبشورة ملونة. شو رأيكم نستعمل الأزرق للصوت دا، الأحمر للصوت دي، والبرتقالي للصوت دو. لكن الأزرق للصوت دا، الأحمر للدي، والبرتقالي للدو. يلا أول كلمة رح نقراها سوا. دود. دود. ماذا نسمع في كلمة دود؟ هل نسمع الصوت دا أم الصوت دو أم الصوت دي؟ جيد، الصوت دو. نحن قلنا صوت دو بأي لون؟ باللون الأزرق. رح نوصل كلمة دود للصوت دو. هين منو صعب. يلا بدي انتو كمان تفكروا كتير منيح وتجاوبوا. خلينا نقرأ الكلمة الثانية. جديد. جديد. ماذا نسمع في كلمة جديد؟ أي من الأصوات الطويلة؟ هل نسمع دا أو دو أو دي؟ ركزوا منيح لأنه هون الحرف إي مكتوب حرف متصل، شكله يختلف عن الإي في الصوت دي، لذا علينا أن نسمع جيدا. جديد. صح، نسمع الصوت دي. شو قلنا؟ أي لون للصوت دي؟ الأحمر. سوف نصل كلمة جديد بالصوت دي. جاهزين تنكمل؟ رائع. الكلمة التالية كلمة جدار. جدار. ماذا نسمع في كلمة جدار؟ أي من الأصوات نسمع في كلمة جدار؟ نعم، نسمع الصوت دا. ونحن قلنا للصوت دا رح نستعمل لون مختلف، اللون البرتقالي. كلمة جديدة. بهيدي الكلمة بدي إياكم تكونوا كتير منتبهين وكتير تصحوا جيداً. مذياع. مذياع. شو؟ ماذا نسمع في كلمة مذياع؟ هل نسمع دا؟ كلا. هل نسمع دو؟
كلا. هل نسمع دي؟ طبعا لا. لذا كلمة مذياع ما فيها الحرف دال أصلا، وكلمة مذياع ما فينا نوصلها إلى أي من هذه الأصوات. برافو، عفاكن إنه أنتو حذرتوا، أنا كتير كتير فخورة فيكن. منكمل؟ يلا. كلمة دولاب، كلمة دولاب. ماذا نسمع في كلمة دولاب؟ هل نسمع الصوت دا أم نسمع الصوت دو أم نسمع الصوت دي؟ برجع بعد لكم إياها. دولاب. رائع، نسمع الصوت دو. يلا ذكروني أي لون استعملت للدو؟ أي لون؟ استعملت اللون الأزرق. وهلا رح نوصل كلمة دولاب للصوت دو. وهيك منكون خلصنا هيدا التمرين سوا. كتير منيح إنه كنتم صغيين وكنتم عم بتتابعوا معي. بدي أطلب منكم قبل كل حلقة تحضروا ورقة وقلم وتكتبوا معي، بس اكتب وتجربوا تعملوا التمارين مثلي. رح أرجع أنا وياكم نتذكر أي حرف اليوم اكتشفنا سوا. حرف الدال صح، وحرف الدال نتذكر منيح له شكلين، حرف الدال حرف منفرد وحرف الدال حرف متصل. وحرف الدال متصل يتصل من جهة واحدة وهي جهة اليمين. ورجعنا تذكرنا سوا كمان الأصوات الطويلة آ أو إي والأصوات القصيرة أ أو إي. وقرينا سوا دا دو دي. دا دو دي. رائع، واكتشفنا كمان كلمات فيها حرف الدال، واكتشفنا كلمات فيها الصوت دا ودو ودي. أنا كتير مبسوطة من اليوم، اليوم كنتوا كتير مصغيين ومنتبهين، وبدي كل مرة تكونوا هيك. وأنا هلأ رح ودعكن مع أغنية حلوة كتير. إلى اللقاء. تعيش مدرستي، أحملها دوما في قلبي. أحبك معلمي الغالي، أحب أيضا معلمتي. أرى أهلي دنياي ووطني، جميعا أراهم بمدرستي. مدرستي أحبها أحبها، أحب اللعب في ملاعبها. أحب رفاقي ورفيقاتي ودرس مختلف اللغات. أرى النجاح في حياتي، أراه من خلال مدرستي.